يعني بس يعني حتى ننصف الأخت بيداء يعني أتمنى نشركها بالحوار لا تسمحوا لي بس أتصل بيها لأنني يعني أريدها هي أيضا يكون لها رأي بالموضوع. إن شاء الله تكون تسمعنا ست بيداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ست بيداء، شلون صحة؟ انت خلقتي لنا مشكله. شوفي انا بودي انت طرحتي، قد اكون انا عندي بعض التحفظ على البوست مالك من انه حميد الياسر مكلف بافتعال. هذا المكلف بافتعال قد يعني تشير الى حاله من التشكيك بوضعه، لكنه الفكره كفكره انه احنا الان اكو حراك ده يصير داخل المجتمع، تقود الحكومه، تقود بعض الـ يعني مافيات الفساد اللي اللجان الاقتصاديه لابعاد العراقيين كلها عما يجري بالساحه. ممكن توضحي لي انت حضرتك البوست مالك؟ نعم، بالبداية أحييك وأحيي كل اللي يحضرونا حاليا على البث الحي، وأشكرك على إتاحة الفرصة إلي لتوضيح الإشكال اللي صار عندك وعندي بالحقيقة، وأتصور كل من شارك المنشور همين تعرض لبعض ما تعرضنا له. ببساطة الموضوع أنه إحنا يعني عندنا تجارب مريرة مع الشعارات الوطنية. إحنا تشرين طلعت لنا بشعارات جميلة جدا وعادت لنا بعميل شخص عميل الاحتلال. إن حاليا السوداني كان يعني ومن خلف طبعا حب الإطار كلهم كانوا رافعين لواء المعارضة بزمن الكاظمي وتبنوا شعارات إخراج الأمريكان وطريق الحرير ورفض أنبوب العقبة، وبس استلموا السلطة انقلبوا على وعودهم وأصبح العراق مستباح بشكل غير مسبوق بالحقيقة. فإذا إحنا إذن هاي التجارب القريبة يعني بعد ما لحقنا ننساها، فيفترض أنه على الأقل نأخذ حذرنا من نسمع هاي الشعارات مو رأسا نوقع بنفس الفخ. لازم نطور أدوات تخلينا نميز هل هذا الشخص صادق بالشعارات أو هو شخص محتال. فأني كل اللي سويته استعملت المعلومات اللي أنا أتابعها والمنطق وتوصلت إلى نتيجة كتبتها. طريقة القياس بالنسبة إلي أنا يعني ما أفرضها على أحد، أنا يعني أكتب رأيي الخاص وهو مطروح للنقاش. أنا ما يعني بس اللي طبعا يتجاوز وهذه يعني أحد لا لكن هي طريقة بسيطة أنه أنا يعني لما شخص يفكر يقود حراك شعبي لقضية معينة ما يطلع بشكل هيك ما عنده فكرة شلون يقول بس أنا هاي القضية ضدها، لازم يطلع حلول. والقضية اللي دي تبناها السيد حميد الياسري هي قضية مكافحة الفساد. مكافحة الفساد هو علم يعني بي خطوة واحد اثنين ثلاثة انت تسويها، يعني مو لازم يخترع فتشي هذي. لا هو خو منطي بعض الخطوات المهمة ست بيداء، يعني هو جاي يقول نسوي لجنة، هذه اللجنة من العشائر هي اللي تحاول تتفاهم مع الحكومة والجهاز اللي أو اللجنة اللي تسويها الحكومة حتى تستطيع تتفاهم معانا، وعلى هذا الأساس نقدر نراقب الأداء اللي موجود ضمن حكومة العرفية اللي راح يصير. يعني أنا اللي افتهمته من أنه لازم تكون هناك قائد عسكري يعني بيجي من هذا كل شيء. أنا اعتذر التعليق يعني هذا كان جزء من اعتراضي. نعم هو أستاذ كريم إحنا يعني اللجان يعني أنا بس أسمع كلمة لجنة أشعر بالريبة رأسا أنه هاي شغلة راح تموت. يعني إحنا شبعانين اللجان. مكافحة الفساد إلها طرق وضوابط، أنه أنت تفرض الشفافية، تحرم العقود السرية، الحزم بتطبيق القانون، إحنا هاي كلها غائبة على الساحة العراقية. فاللي يريد يكافح الفساد أول شيء لازم يطالب به هذه الأسس، أسس مكافحة الفساد. أنا يعني أسأل منه أنا مطلعة على الكثير من تجارب دول العالم، ما فد يوم مر علي أنه الحكم العسكري ساعد بمكافحة الفساد. فإذا أكو شيء غلط بهذا الطرح. بعدين إحنا يعني هو إذا كان معارض فعلا للحكومة وفسادها
يعني ما في يوم سمعنا اعتراض على الهيمنة الأمريكية على الواردات النفط العراقي، ما اعتراض على إعطاء أكبر حق الغاز بالعراق لشركة أوكرانية وهمية. نعم. ما احتج على تجديد العقد. أنت متابعته يعني ست بيداء؟ بس سؤال، متابعة السيد؟ نعم. أنت بحيث من تطرحين وجهة نظرك الآن متأكدة منها؟ يعني السيد ما طارح هيك طرح ضد هذا؟ يعني ضد الاحتلال أو ضد؟ أنا على حد متابعتي طبعاً، أنا يعني ما أزعم إنه أنا كل إذا ما سامع غير من أنه ما موجود، يعني عدم الوجود لا يعني عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، هذا مبدأ منطقي. يعني يا ريت واحد يعني أنت ما سامعته لا يعني هو ما قايله استماته، يا ريت يحطوا لنا هاي مواقفة، يعني أنا حد عم هذاك الوقت. والحقيقة أي قضية أنبوب النفط هاي يعني مسألة جدا خطيرة. أي خطيرة؟ يعني مؤامرة خطيرة جدا على العراق. أنا من يجيني واحد يفتح يعني يتحرك بشكل عنيف سحب الأنظار كلها من موضوع أنبوب النفط، فهل هذه صدفة؟ يعني كأنما أكو مقول حلوة لعلي شريعتي يقول من بيتك يحترق ويجي سيد يقول لك روح صلي، فهذا شخص محتال، لأنه أنت الصلاة هي صح شيء إيجابي وجيد مثل مكافحة الفساد، لكن إحنا نترك البيت ينهد على روسنا على مود شغلة؟ يعني إذا فقدنا البيت بعد شنو وين نصلي أصلا؟ يعني الحقيقة أنا ست بيداء أشكرك كثيرا. اي انت طرحتي وانا الحقيقه بس عندي اخر شيء، يعني احب نعم. اوجه الرساله للاخوه اللي قالوا احنا نعرفه معرفه شخصيه ونثق به. انا بالتاكيد ما كنت ناويه ازعجهم يعني بهذا الكلام، لكن اكو حقيقه واضحه وبسيطه، انه كلفه الشك من يطلع الشك غير صحيح كلفته هواية اقل مما احنا كلفه انه الثقه تطلع مو بمحلها. يعني احنا نفقد كل شيء اذا وثقنا، وهذا مثل ما نقول يعني بوري كبير راح يصير، لكن الشك ما بي ضرر. فاني ادعوهم بكل محبه. لا هو قد اكون اختلف وياك يعني ست بيداء. لا هو الشك هنا قد يفضي إلى فهم من أنه الرجل مرتبط ارتباطات مو صحيحة، لأنه مكلف بافتعال. أستاذ كريم، أنا ما أؤمن بالصدفة، يعني ما أؤمن بنظرية الصدفة أبدا. يعني هو أنت ست بيداء، لأنه أنت أنا دائما أشير لك لأنه آرائك كلش محترمة، وخاصة عندي على الصفحة الكثير من الأخوة. هذا البوست اللي يعني كنت نشرته بنفس اليوم اللي أنا نشرته أيضا سويت له شير، أخذ أكثر من 2000 كثير أكثر من 2000 لايك وأكثر من 100 مشاركة أكثر، والناس معاك، لكنه هنا صار موضوع كلش مختلف. فأنا هم رسالتي إلى الأخوة يعني اتركوا مجال للاختلاف، يعني اتركوا مجال شوية، أنه لا يوجد شخص يعني فوق النقد. يعني نعم احنا المفروض نحافظ على حدود النقد شلون تتحرك وشلون كذا، لكنه يبقى من حقنا أن نعطي يعني بعض الأحيان آراء قد تكون سلبية بأشخاص، يعني اعتمادا على موقف. وأنا مع الست بيداء أنه تقول أنا سألت الكثير من الأخوة، انطوني موقف إلى على الفاو، انطوني موقف على ميناء العقبة وهذا البصرة عقبة، انطوني موقف على الكثير من المواقف اللي الحكومة عملتها، جرائم ارتكبت بحق الاقتصاد العراقي. من يكون ما عنده موقف يعني الآخرين من حقهم يشكون بهاي. يعني الآن رأسا وإذا بالسماء ونقض الشارع. قضية ثانية أستاذ كريم، نعم. القضية الأخرى عدم موقفة من أنبوب البصرة العقبة، شنو موقفة من الاستثمار السعودي لبادية السماوة؟ هاي قضية جدا خطيرة وتخص المحافظة اللي دا يحكي نعم عليها. نعم. هل عنده موقف واضح؟ يعني أتمنى من الأخوة اللي دافعوا عنا باستماتة وقالوا أنتوا رحتوا زايد وما أعرف شن، يعني شتى الاتهامات أكيد. إيه وصلتني يعني أخوة أنا يعني وصلت. أنا بس يعني إحنا حتى إذا حصلوا على موقف واضح، يعني أنا يعني أوعدهم أنه أنا صفحتي متواضعة، لكن راح أسوي كل جهدي حتى يعني أدعم إذا كانت هذه المواقف صحيحة. وأنا أضرب صوتي الصوتك يعني إذا فعلا أوجه. نعم
احنا نريد، يعني مثلكم انا معارضه مثل ما حضرتك انت عارض المنشور مالتي، انا يعني ضد الاطار وضد الانبوب وضد هاي، يعني مو دفاعا عن الحكومه، بالعكس انا يعني اعتقد موقفها الحالي خدم موقف السوداني بدفع الموضوع انبوب التطبيق الى العتمه الى الظلام. إيه نعم، لانه الناس كانت تتكلم عنه وانسحب الموضوع نهائيا من الساحه، يعني الكثير الان جاي يحكي على خدم الحكومه، بالعكس هو مو ضده رغم انه خطابه يبدو ضده، لكن هو خدمها وخدم الجهه اللي تريد الانبوب يمشي واللي هي جهه الاحتلال. ومنا جتي كلمه مكلف، يعني انه هي هاي خدمه خدم بها الاحتلال، اما هو متقصد او ما متقصد هاي مساله ثانويه، لانه هي خدمه كبيره لاصحاب الانبوب. يعني انا اشكرك يعني كثيرا ست بيضاء، شكرا لك الله يخليك، الله يسلمك، حياك الله. اللهم صل. وانا حقيقه اوجه رساله للسيد، يعني حتى ما نكون ظلمي، اذا يقدر هو مثلا يعني يتواصل وياي، انا حاولت احصل تليفونه حتى اتصل بيه، انه شخصيه انا الحقيقه ما احكم يعني بهالطريقه اللي ممكن يعني تلغي كل تاريخه وكل مواقفه، ما اكو هيك كلام، يعني انا صعبه اسويها، بس هو رجل مجاهد وقاد يعني قتال ضد داعش، وانا اللي اي واحد يقاتل ضد داعش بالنسبه لي يعني يتقدم في خطوات كلش مهمه باتجاه الوطنيه واتجاه الكذا، لكنه اقول ايضا ان الانسان ما معصوم، ممكن يخطئ، هذا